لك ليلي لك سهر لك قلبي لك عمري لك شعري لك قمري لك وردي لك عطري لك ليلي لك سهر المشاهد اللي عم نشوفهم بيرجعوا فينا سنتين لورا من الانستيتيو دو مود اراب بباريس ومنشوف بس فنانه مثل يولا خليفه توقف على مسرح عالمي وقديش الجمهور بيكون ناطر هيك حفلات او ثريا بغدادي ونادرة عساف ثلاث اسامي كبار ونرجع نحكي انه هن عن جد ما في دعم ما في سبونسر تنرجع نعرض عمل مثل صوتي في زعل اكيد أول شيء بدي أقول إنه حلو الواحد هيك الصبح يسمع موسيقى ويفيق على الموسيقى الحلوة. معك كثير أولاد وفي. بعدين صحيح إنه هيدي مشكلة بتطال كثير شباب، أنا بس اشتغلت مع المخرج اللبناني ومع مجموعة الشباب حتى أولادي يعني كلهم بيعانوا من نقص بالدعم ما في يعني كله اللي حوالينا هو دعم لأشياء تجارية لأشياء بترد مصاري لأشياء يعني كله صار تجارة بس ما كمان يعني أوكي كل شيء له محله بس كمان الأشياء الحلوة والراقية والهيك المتميزة كمان هيدي بحاجة لدعم لحتى كمان نوصل أفكار تانية مش بس الشيء اللي بنشوفه كل يوم كل يوم كل يوم عم يتداول حوالينا ومرات بحطوا مصاري كتير على مشاريع كتير ضخمة ويمكن ما بتلامسك بي ما فيها جنس الايموشن يعني انه تحسي شيء انه شو اوكي بتشوف انه في كتير بهرجه وفي كتير الوان وفي كتير مصاري بس وين الاحساس يلي هو اهم شيء بالفن انك الاحساس دمعي انه تضحكي انك تفرحي انه ما بعرف فنحن بحاجه لدعم لنرجع نعرض أكيد. صوتي لانه بس في نرجع مشروع ترجعوا تعيدوا صوتي في مشروع نرجع نعرضه ببيروت عم نبحث ايمتى الوقت وايمتى وين القاعه كل هالاشياء وبرا اكيد الفكره موجوده بس مش سهل نسافر كل ما سوا يعني أوكي. فريق طويل عريض عم نحكي عن الموسيقى الراقيه الحلوه الصبح خلينا نكمل بهالاجواء محمود درويش بس هالأغنية لحنت خصيصا لألك مزبوط من هيك بتعني لك يمكن تغنيها بتعني لي كتير هيدي قصة يعني شوي شخصية بس كمان عامة دايما الشخصي بيشبه العام هي أكيد الشاعر محمود درويش وصايا حورية هي أمه والدته اسمها حورية ومثل عم تقول له وصايا مثل ما كل أم بتقول وصايا لابنها
وثائب بفترتها رامي سافر، كان أول مرة حدا من البيت بيظهر، حدا هني كلهم اثنين يعني الله يخليهم بفل من البيت، فكان كتير شيء مؤثر أنه البعد والسفر وهيك. فهذه الغنية اشتغلها مارسيلو، غنيتها يعني اشتغلناها سوا بالبيت، كنت عم بتمرن عليها وهيك، او كل ما بدي غنيها ما اقدر غنيها وشي ابكي لانه فكر ب بعدين مش الحال وتعودنا على شوي الاسى وهيك حياتنا. وقدمتيها هون، وقدمتها وعرضتها هذه بقرطاج هون، وغنيتها كذا مره يعني على كذا مسرح بجولات مع الميادين وهيك. وفي اغنيات بتفضلي تكون عم تتشارك الغناء مع مارسيل خليفه، بس في كمان محطات بتفضلي لا لحالك اكيد حسب الاغنيه، يعني حسب المشروع، حسب انه اذا في مشروع انا عم بعمله هو مشروع بيكون خاص فيه، بيكون في له تصور معين انا حطته بنيته، يمكن يكون مارسيل له دور فيه كمان، بس هيدا مثلا مشروع مارسيل، يعني اغنيه هو لحنها وحب انه أغنية أنا وياه وهيك صار. بتذكر كتير منيح بانترفيو قبل نحن وياك قايلتي لنا قد ايه أنت مستقلة بفنك بالبيت، يعني بين ثلاثة فنانين كبار أنت عم بيكون عندك استقلالية بقراراتك وعم بيكون بمحلهم كمان. ليكي شو ما كان، كل كائن بشري، كل إنسان هو كائن بحد ذاته، هو استقلال بحد ذاته، يعني ما في تخلط في دور الأم، الزوجة، الحبيبة، الأخت إلى آخره، وإنما بترجعي لأنه هيدي الأم أو الحبيبة هي كيان، هي إنسان لوحدة، اسمها كذا، طولها، جسمها إلى آخره، عقلها، قلبها، فهيدا عم بحكي إنسان يعني مش ضروري بس مرأة، كل حدا هو مستقل. فدايما اذا بدك تعملي مشروع بده يطلع منك، يعني بده يكون اكيد في استقلاليه، بس يعني بدك جرأة، يعني انا عم بحكي بعائله كلها فنيه، صحيح بدك جرأة انك ممكن قايلتي لنا كمان قبل ممكن يكون رايهم مش مثل رايك بس انت بتمشي، صحيح كنا هالادوس نحن عنا هيدا الجنون شوي بالعائله، الشعطه يعني الشعطه كلنا جريئين لحد انه عرفت نطحش، يعني حتى الفنان اللي ما عنده هالشعطة ما بيكون فنان بالزبط. صح؟ بعدين بتعملي الأشياء لحتى ما تموت الأشياء فيك، يعني في محل أنه بين الموت والحياة بتختاري الحياة، فلحتى ترفضي هذا الموت يلي هو كل يوم بيهدده للإنسان، موت الأشياء الحلوة اللي فيه بتلحقنا على مدى، يا بيسكت هيك وبيرتخي وبيستسلم وبصير الحياة ماشي وهو عم ناطر ما بعرف شو ناطر، يا أنه بيوعى وبيتجاوب بيشوف الإشارات اللي عم تعطي إياها الدنيا وبيتجاوب معها وبيمشي، وهذا الشيء كتير حلو بحققه، يعني الجرأة بتجي من تجربة، من أنك تعمل الخطوة، وما كتير أنه هذا الخوف هو يعني دايما في كسر حاجز الخوف، وإذا ما انكسر حاجز الخوف بيبقى الإنسان محل. حلو نشوف أنه كل هالأشخاص يتركوا أشياء حلوة حواليهم من بعدهم، يعني نضلنا نتذكرهم بأشياء كتير حلوة وإيجابية عم بيعملوها. طب عجقت مشاريع كتير وكمان عم بتحضري لألبوم جديد هلأ، إذا هيك فينا ناخد تفاصيل عنه. تفاصيل وقت كنت عم نعرض صوتي طلعنا بمقابلات وسألونا أشياء، بوقتها سئلت أنه عم عندك مشروع ألبوم جديد، قلت لا ما عندي هلأ، وبصراحة هو هيك كان هذا الحكي بمارس يعني بأدار الماضي من كم شهر، فما بعرف كيف بتصير الأشياء، بس أنا بؤمن بهيك إنه في محل تولد الشغلات، يعني أنا من وقتها لهلأ ما كنت مخططة أنه بدي أعمل ألبوم، بس من وقتها لهلأ اكتشفت كل يوم بكتشف أنه أف أنه عم بيطلع معي أشياء جديدة ورح تصير مشروع ألبوم، وكتير مبسوطة لأنه هذا الخلق طاقة على أنك تولدي شيء جديد، هذا هو الحياة يعني. فتوا على استوديو بلشتوا دجا؟ لا بعد بعدني بيني وبين حالي هلا. انت وقت تتمشي الصبح هلا لا بس انه صار في هلا مجموعة سبع اغاني جاهزين براسي، لحنا وكلاما وكيف شايفتهم، مع مين بدي نفذهم، شو شو بدهم يطلعوا، شو الفكرة، شو هيك، وهلا شوي شوي ببلش يعني استوديو، و يعني بياخذ وقت.
أوكي. مش بكرة يعني بده على القليلة على القليلة سنة من ضروري. هلا على لأنه على نار هادية طبخة ما بتحترق على بالضبط يعني احنا بلشنا مع الليمون ورح نختم لقائنا كمان معك بالليمون. يلا خليفة شكرا لحضورك معنا اليوم بالاستوديو. شكرا لكم لصباحكم الحلو. شكرا وللتلفزيون للناس اللي شافونا وبتمنى لكم نهار حلو. أهلا وسهلا لك. شكرا الليمون. لما رأى